بالنسبة للصحبان وبالنسبة للعنده صاحب او ضلع، حاب اقول لك شغلة، الصحبة مو بالحكي، الصحبة بالمواقف. شوف الصاحب ظل وياك دوم اذا ما طلعت من نزلة. الدنيا الدنيا اذا ما ماشيها صح الدنيا تعكس وياك، لا تغرك هالوقت بفلوس، بعمر هالفلوس ما تعمل بالعدة، دير بالك ترى الدنيا مثل الدولابيت يوم ومساعد. تارك صلاتك وتسولف ويا الناس وانت بتغطي بالدين ما بساعدك فقير. يا دين اللي سولف فيه عوفنا من هالناس ما وراهم شي بس وجع الراس. الانسان عبارة عن نطفة وتالي جو التراب، لا تشوف نفسك بهالدنيا ترى تاليك بس المقبرة. حتى الدفان اللي يدفن بالناس تاليه يدفن بالمقبرة. سوي لك عمل زين بهالدنيا حتى العالم تذكرك بس بالزين، ما يقولون هذا فلان مذكور بس ما في شيء. عدلك فقير شبع لك جوعان حتى ذكر تاريخي. هذا الزين لك مو لأي بشر، هذا حتى باكر عقبه ينذكر تاريخك. لا تعيش بطمع، ما حد مات واخذ شي وياه بس تاخذ اعمالك. تحياتي تحياتي.